رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم، أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقوى. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الفقه يمن، والذي من خلاله نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم واتصالاتكم التي تواصلون من خلالها عبر هذا البرنامج وعبر قناة سهيل الفضائية. ويتفضل كالمعتاد بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الوزير الوقشي، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. مرحبا بك يا شيخ. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا فيك، وجزاك الله خير على كل ما تبذله من جهد ووقت أيضا لإتاحة الفرصة للمشاهدين للاستفسار عن أمور دينهم. حياكم الله. جزاك الله خير. كالمعتاد شيخ محمد، نفتتح الحلقة في التعريف بعلوم الفقه، وكنت قد قسمت علوم الفقه إلى قسمين، علوم الفقه عند المتقدمين وعلوم الفقه عند المتأخرين. وخلال اليومين الماضيين تحدثنا عن آيات الأحكام وفصلت في هذا نوعا ما وأحاديث الأحكام. اليوم ستتحدث لنا إن شاء الله مشكورا عن أصول الفقه. نعم، أصول الفقه. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، صلى الله. فأصول الفقه هو العلم الذي يضبط مسألة الاستنباط، يعني هي قواعد كلية تضبط عملية الاستنباط من الاستدلال من النص، بحيث أن الناس إذا اختلفوا، لأنه كثيرا من الناس من يقرأ نصا ويفهم فهما، فإذا قلت له طيب هذا فهم خطأ، يقول يا أخي هذا رأيي وأنت هذاك رأيك، نقول من يحكم؟ لابد من ضبط المسألة. أي من يحكم إن هذا الفهم صحيح ولا هذا الفهم غير صحيح؟ القواعد التي ضبطها العلماء فيما يسمى بعلم أصول الفقه، يعني الأصل، يعني كأنه القاعدة الكلية التي يبنى عليها الأحكام الفقهية في الاستدلال. وكانت هذا العلم جاريا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنهم عرب، بطبيعة هؤلاء العرب يفهمون الأحكام بدون تكلف. وحتى ظهر الخلل في الاستنباط في جيل أتباع التابعين في عصر الإمام الشافعي، بسبب ضعف اللغة. طبعا بعدهم عن اللغة ودخول أناس من أجانب، يعني لغات أخرى، أعاجم لم يكونوا يفهمون اللغة العربية كما ينبغي. نعم. فقام الإمام الشافعي بطلب من عبد الرحمن بن مهدي في رسالة أنه نسمعك تقول عام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وناسق ومنسوخ، يعني كلام لم نسمعه. فلو أنك كتبت كتابا في هذا، فألف الإمام الشافعي كتاب الرسالة، وكان أول مؤلف يعني موجود متكامل فيما يتعلق بأصول الفقه، وكان بدايات يعني. ثم لا زال الناس يشرحون كتاب الرسالة ويختصرونها ويتوسعون فيها، حتى جاء عصر الإمام الباقلاني فألف كتاب سماه الإرشاد والتقريب، أبو بكر الباقلاني أحمد بن الطيب، فألف كتاب الإرشاد والتقريب فيما، وأدخل هو أول من أدخل علم المنطق في أصول الفقه ورتبها ترتيب منطقي. نعم. ثم جاء بعده الإمام الجويني، وال يعني ثم بعده الإمام الغزالي الجويني بكتاب سماه البرهان في أصول الفقه، ثم ومعه الورقات في أصول الفقه، ثم جاء الغزالي في التلميذ الجويني وألف كتاب المستصفى في أصول الفقه. فهذه الثلاثة الكتب تعتبر أمهات كتب أصول الفقه، ويضاف إليها كتاب أبي المعتمد لأبي الحسين البصري. هذه أربع الكتب تعتبر أمهات الكتب، وخاصة كتاب أبي يعني المعتمد لأبي الحسين البصري، فإنه يكاد يكون يعني نقلة نوعية فيما يتعلق بعلم أصول الفقه. لكن كثرت الكتب بعد ذلك أو تعدد. ثم بعدها جاء الرازي في الكتاب المحصول حق هؤلاء كلهم، وجاء الأرموي فعل الحاصل من المحصول، ثم جاء بعدها مختصر المنتهى لابن الحاجب فعل مختصر اختصرها من هذه الكتب، ثم جاء بعده يعني القاضي عبد الوهاب السبكي فألف كتاب جمع الجوامع
ثم جاء السيوطي رحمه الله فنظم جمع الجوامع بالكوكب الساطع وشرح الكوكب الساطع. نظمها يعني قالها شعرا. شعرا نعم. ثم بعد ذلك يعني أصبح كل مذهب من المذاهب أختر له متون. الحنابلة مثلا روضة الناظر اختصرها من المستصفى ولها شروع عدة واختصارات، اختصر الروضة للطوفي وشرحها له. وأصبح كل مذهب يعني المالكي شرحوا مختصر المنتهى لابن الحاجب، ويعني قاموا بألفيات فيما تتعلق بهذا، ولها شروع عدة، مراقي السعود ونشر البنود ونظم ابن أبي عاصم في الأصول، وهناك شروح عدة وغير ذلك. يعني أصبح كل مذهب معه كتاب فيما يتعلق بأصول الفقه، توسعوا فيه وذكروا فيه مباحث بعض الأحيان لا تكون فيه. وجملة كل علم أصول الفقه ينقسم إلى أربع أقسام لا خامس لها: الأحكام التي هي الحرام والواجب والمندوب والمكروه والمباح، والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة والسبب والشرط والمانع. طيب، وهناك الأدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح، يعني وجملة الأربعة المتفق عليها إلى القياس على أنه خلف في القياس الظاهري والباقي مختلف في عشرة، يكون 15 دليلا. ثم بعد ذلك أدلة يعني قواعد الاستنباط الذي العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والإلى آخره، مما نستطيع يقسم إلى منطوق ومفهوم. بعد المنطوق أنواع: خاص وعام ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وحقيقي ومجاز. والمفهوم يعني أنواع المفاهيم، مفهوم يعني الموافقة ومفهوم المخالفة وتقاسيمها. نعم. ثم يعرضون الكلام على السنة الناسخ والمنسوخ وإلى آخره. ثم في آخر الباب الرابع الذي أبواب المجتهد والمقلد والمفتي والمستفتي، هذه كل ما يتعلق أي كتاب ستجد بعضهم يقدم باب الأدلة ولا آخرها ولا جملتها، هي هذه الأربع الأبواب. جزاكم الله خير يا شيخ محمد على كل هذه الإدلاءات. والآن نبدأ باستقبال اتصالات المشاهدين. معنا أول متصلي هذه الحلقة الأخ أحمد من صعدة. مرحبا يا أحمد. حياك الله. نبغى نشارك في برنامج المسابقة يا أحمد. احنا ننبه الجميع الآن بأن هذا الوقت برنامج الفقه يمان، ونتواصل إن شاء الله عبر هذا البرنامج لفتاوى والشيخ معكم. برنامج هذه اليمن يأتي في تمام الساعة 11. معنا أم محمد من أين؟ السلام عليكم. من حضرموت. أهلا يا أم محمد وعليك السلام. شهر مبارك علينا وعليك إن شاء الله. ممكن نسأل الشيخ؟ تفضلي الشيخ معاكي. يا شيخ أنا مرام زوجة لي 20 سنة ومعي بي لدقيت على، يعني نحن في حضرموت وانتي تعيد لدقت على وشتيش السمع صوته ولا ذا لا يرضي يجابني. لماذا؟ هكذا والأعياد ما يزورنيش ولا يعني ما عندي داري كيف. طيب خير إن شاء الله. هو في أي موقف بين أبوك والزوج أو معك؟ ما في. طيب تسمعين الجواب يا محمد. في سؤال آخر؟ السؤال الثاني يعني في واحد مسكين هكذا حالته ضعيف ويشتي واشي له بيت معه 150 ألف يشتي يبني له بيت، هل عليه زكاة؟ كم عم 150 ألف؟ أيوة 150 ألف. طيب تسمعين الجواب يا محمد. السؤال الثاني تفضلي. هل الوضوء حق الصلاة له دعاء محدد؟ يعني أني ما أنيش متعلمة ولا لي. ما هو؟ الوضوء حق الدعاء. طيب الوضوء حق الصلاة له دعاء محدد. طيب تسمعين الجواب يا محمد، شكرا جزيلا لتواصلك. يلا شكرا. من معنا؟ ألو. أبو بليغ من البيضاء، تفضل يا أبو بليغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام والرحمة. وشهركم مبارك إن شاء الله. كل عام أنت بخير، تفضل. بشتي نسأل الشيخ لو سمحت. الشيخ معك، تفضل يا أبو بليغ. يا أخي يعني أشتي أسأل عن مصير الجندي الذي يقتل في الطريق العام في شهر رمضان وهو في طريقة لا يحمل أي كره للإنسان. مصير طيب. سؤال آخر يا أبو بليغ. شكرا جزيلا. حياك. شكرا لك. معنا على الخط عوض من الرياض، تفضل يا عوض. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. الله شهر مبارك علينا وعليك إن شاء الله. كيف أخبارك؟ والله في خير وعافية، تفضل. الله يحييك. كيف أخبارك يا شيخ؟ حياك وبياك يا أخي. يا هلا وسهلا.
هلا والله، تفضل يا اخي. عندي سؤال يا اخي. ايه تفضل الشيخ معك. يا اخي انا بعض الاوقات يعني ما ارقد الا الصبح. نعم. صلاة الظهر يعني تفوتني، يعني ما اصلي الا يعني العصر، يعني ما اصحى الا اثنتين ثلاث. اها. بسبب النوم. اصليها مع العصر يعني هل تجوز ام لا؟ بسبب النوم. انا ما اصحى يعني. ايوه بشكل متكرر. والله اعتقد انه بشكل مكرر يعني من يومين كذا. طيب عندك سؤال اخر يا عوض؟ الله يعطيك العافيه ان شاء الله. شكرا لك يا عوض. معنا الاخت شهد من ابد، تفضلي يا شهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ورمضان كريم على الجميع ان شاء الله. على الجميع باذن الله، تفضلي. ممكن اكلم الشيخ؟ تفضلي تفضلي. يا شيخ فضلا منك وليس امرا، ارجو منك ان تدعي لامي الجميع مرضى المسلمين بالشفاء العاجل. طيب ان شاء الله. عندي سؤالين. تفضلي. تأخير صلاة المغرب لظروف يعني إثم علي ولا مش إثم؟ مثلا سواء عندي عندنا ضيوف أو لضيق المكان إثم أو مش أو مش إثم. السؤال الثاني مثلا وقت السحور أقوم متأخرة ويأذن السحر، هل أواصل أو أواصل السحور لما يخلص الأذان؟ طيب أنا اي معك لكن في حق الاذان حق صلاة المغرب يعني تؤخري لا بعد العشاء ولا بتصلي قبل العشاء؟ يعني مثلا يأذن العشاء انا ما صليت المغرب. لا مشكلة. نعم خلاص. طيب ان شاء الله. السؤال الذي يليه. السؤال الثاني. نعم تفضل تفضل. السؤال الثاني مثلا وقت السحر اقوم متأخرة ويأذن فجر وانا السحر يجوز او ما يجوز؟ نعم انا طيب. اجيب عليه ان شاء الله. تسمعين الجواب يا شيخ. شكرا مع السلامة. شكرا. معنا الاخ عبد الباسط القادري من تعز، تفضل يا عبد الباسط. الو السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام والرحمه الشيخ معك، تفضل. كيف حالك طيب؟ اهلا وسهلا فيك. عندي سؤال يا شيخ. نعم. تفضل. حكم تربيه الكلاب في البيوت لغير حاجه. خير ان شاء الله، جيب عليه. طيب سؤال اخر. الله يحفظك تسلم. شكرا لك. معنا متصل اخر الاخت ام ضياء من صنعاء، تفضلي يا ام ضياء. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. عفوا بس ممكن اسال سؤالين؟ ايش معك تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، الشيخ معك. تفضلي تفضلي يا ام ضياء. سؤالين تفضلي. ممكن اسال سؤالين؟ تفضلي يا ام ضياء. السؤال الاول عن حكم صيام يوم الشك. اها. السؤال الثاني. السؤال الثاني عن قول طبعا القول الامام علي ان اصوم يوما من شعبان خير من ان افطر يوما في رمضان، هذا الذي دائما يقولوها. نعم. السؤال الثاني حكم الزكاة على الذهب، انا ما بين ازكيش على ذهبي من يوم ما تزوج طبعا خمس سنوات، لكن بعض العلماء بيقولوا ما بيش عليها. كم مقدار الذهب؟ كم ها؟ كم وجراء؟ كم مقدار الذهب الذي معك؟ بس يعني كم جرام الذهب الذي عندك؟ ما اعرفش انا كم. طيب يعني هل هو اكثر من 5-8 جرام؟ ايوه اكثر. خلاص طيب طيب اكثر من 85. طيب تسمعين الجواب ان شاء الله مضي. سؤال اخر. ها سؤال اخر. لا 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 شكرا لك. يلا شكرا. معنا الاخ رضوان الجعدبي من صنعاء، السلام عليكم. وعليك السلام يا رضوان، تفضل. ممكن نكلم القاضي؟ اهلا وسهلا تفضل يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا رضوان. شهر مبارك. الجميع ان شاء الله. كيف انت يا قاضي؟ الله يسلمكم ويعافيكم. عندي لكم سؤال. تفضل. يعني عندنا بيتم صلاه التراويح بنجد انكار من بعض الزيديه، فهل صلاه التراويح اصل في المذهب الزيدي؟ طيب ان شاء الله. طيب. الله يجزيكم الخير. حياكم وياك. طيب معنا ام محمد من صنعاء. معايا سؤالين يا شيخ. تفضلي يا ام محمد. السؤال الاول امي نذرت اني كنت تكسي بنت يعني ابوها مات ونذرت تكسيها كل سنه. نعم تكسيها. وبعدها يعني سنتين ما قدرتش تكسيها يعني تغيرت الظروف وكيف تفعل يعني. طيب طيب تسمعين الجواب. في سؤال اخر يا ام محمد. وسؤال ثاني اللهم صل وسلم على طيب. الحائض يعني
الحائض لا قرأت يعني قرآن مثلا معها اختبار في المدرسة أو حاجة تقرأ عادي؟ طيب أنا أجيب على إن شاء الله. طيب تسمعين الجواب. يلا شكرا. شكرا. طيب نأخذ آخر متصل ونجيب على أسئلة المتصلين. من معنا؟ أنا معك أخي دنان. من؟ دنان. دنان من أين يا دنان؟ من تعز. من تعز. تفضل يا دنان. دنان اسمعنا من الهاتف، وضع سؤالك لو سمحت مباشرة. يا أخي نسين كلام الشيخ فاضي. تفضل تفضل يا دنان. إذن فقدنا الاتصال بدنان. عموما نجيب على الأسئلة التي استفسر فيها المشاهدون هذا اليوم. كانت أم محمد من حضرموت تسأل عن أنها متزوجة لها 20 سنة وأبوها يعني تتواصل معه وتتصل له فلا يجيب عليها ولا يزورها، وحاول تحاول ترضيه لكن يعني لا تدري ماذا تصنع. طبعا هذا الفعل بالنسبة للأب هو من قطيعة الرحم، يعني بعض الناس يتوهم قطيعة الرحم أنها الذي بينك يعني النساء وغيره، يعني سواء الرجل لابنه والأخ لأخيه وال يعني القريب لقريبه من يجتمعون في رحم معين، فالأصل فيها أنهم يتواصلون ويتسالمون وبما جرت به العادة. وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وهذا الأخ من تعز ويزوج ابنة الله حضرموت يعني 20 سنة، صعب يعني فيها ثقل كبير، والأصل في أن يتواصل معها وله حق عليه وهي لها حق أن تزوره أن استطاعت ذلك، يعني حسب ما تيسر لها زيارة أقل شيء سنوية على الأقل، يعني تزور أهلها وأقربائها وغير ذلك. نعم. فهذه القطيعة إلى هذه الدرجة من الجهتين فيها نوع مخالفة، ولا يكتفى فيها 20 سنة مجرد الاتصال. صحيح أنه هذا الميسوري بالنسبة لها، لكن الأصل فيها أنه يحتاج فيها إلى زيارة. هذا طبعا يعني الإسلام يجوز أن الإنسان يحدث قطيعة بين الشخص 3 أيام، أما الزيادة على 3 أيام هذا 20 سنة، هذا يعني هذه خصوصا أن البنت تتواصل معه ويرفض، وهو يرفض هذه جريمة من الجرائم. ماذا عليها؟ كبيرة من الكبائر. هي تتواصل معه وتستمر أن تزوره ولو إلى تعز إلى بيته، وتقوم بالواجب نحوه وهو سيتحمل مسؤوليته في إخلاله هذا بحقوق ابنته بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. جزاك الله خير. سؤال آخر لها كان عن رجل يمتلك تقريبا 150 ألف، هل يزكي؟ 150 ألف ليست نصابا فلا زكاة عليها ولو حال عليها الهوى. وتسأل عن الوضوء، هل له دعاء خاص؟ الوضوء بالضم، لأن الوضوء هو الماء، ماء الوضوء. نعم. الوضوء ليس فيه دعاء خاص أثناءه، لكن ورد دعاء بعد نهاية يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذي ورد، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين ومن عبادك الصالحين. فهذه الأدعية التي وردت عقب الأذان يعني عقب الوضوء، أما في أثناء الوضوء فلا يصح فيها شيء. يعني البعض يقول اللهم بيض وجهي وآتني كتابي بيميني وغشني الرجل ثبت قدمي لا آخر، هذه كلها لا يوجد عليها أي دليل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل أحد من أهل العلم أن النبي كان يدعو هذه الأدعية. جزاك الله خير. أبو بليغ من البيضاء كان يسأل عن مصير الجندي الذي يقتل في الطريق العام وهو يؤدي واجبه. هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى إن كان طبعا هو يقوم بواجب وقتل مظلوما، وهو إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا كان في عمله هذا يحتسب عند الله سبحانه وتعالى هو إن شاء الله شهيد، يعني لأنه يقوم بواجب كبير، وفي هذا الفعل كبيرا من الكبائر ومعصية، يعني قتل الإنسان فضلا عسكري ولا غير عسكري يعني كبيرة تستحق فيها العقوبة الذي قرره الله سبحانه وتعالى وهي الخلود في النار، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا جريمة من الجرائم كبيرة من الكبائر
يعني لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك عاقب عليها بأشد عقوبة ممكنة وهي بالخلود في النار، أجارنا الله وإياكم من النار. جزاك الله خير. عوض من الرياض يسأل عن أنه بعض الأوقات أو يعني أو أغلب الأوقات تتأخر عليه صلاة الظهر بسبب النوم ولا يصليها إلا مع العصر. هذا كان يعني ما يصلي إلا دائما دائما مع العصر، يعني لو مثلا مثل ما سمعت أنه يقوم بعض الأحيان الساعة الثانية ظهرا، عاد لا زال وقت الظهر باقي، لكنه يتأخر إلى بعد العصر إلى خروج وقت الظهر واصل يعني. لو كان نادرا لا إشكال فيه، لأنه من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها، لكن أما هذا ينوم دائما ويقول خلال اليومين الماضيين بسبب رمضان لأنه طيب يسهرون في الليل إشكالي يوم يومين يعني عادي لا زال يستدرك يعني، لكن الآن ينبغي أن يجعل مؤكد، يتفق مع شخص أنه يوقظ في ساعة محددة، أقل شيء لا يخرج وقت الظهر إلا وقد قد صلى. وقت الظهر معروف من وقت الزوال إلى مسير ظل الشيء مثله، يعني حتى يؤذن العصر يعني الآن المعروف يعني، فلا بد أنه لا يأتي على وقت العصر إلا وقد صلى الظهر، يعني هذا أقل شيء، طبعا مع تقصيره فيما يتعلق بترك صلاة الجماعة بشكل دائم. شاهد من إب كانت تطلب منك الدعاء للمسلمين، إن شاء الله نحن نؤجل دعاء إن شاء المسلمين الله. إلى نهاية الحلقة نعم نعم. ونختم بهذا الدعاء. السؤال عن تأخير صلاة المغرب بسبب الضرورة، أحيانا يكون في عزومة في البيت فلا تدري المرأة أين تصلي، وأعمال الضيافة والطبخ وغيرها. نعم، إذا كان هذا نادرا بحيث أنها يعني كما سألتها فقالت يعني ما لا تصلي إلا بعد العشاء، خصوصا أن الوقت قليل ضيق يعني ساعة، هذا وقت طويل يعني ساعة إلا ربع يعني يختلف يعني، مع ذلك تقدر تصلي إلى ساعة ساعة إلا عشر. فعلى كل حال يعني دائما لا يجوز، لكن لو كانت هذا في عزومة عذر نادر لا مانع أبدا، لأنه يجوز الجمع بين الصلاتين جمع تأخير للحاجة بشرط أن لا يتخذ خلقا وعادة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير عذر ولا سفر، غير يعني في بعض الروايات ولا لحاجة، فلما سئل ابن عباس وهو راوي الحديث قال أراد أن لا يحرج أمته، هذا إذا جاء عندها ضيوف وأصبح ضيق في الوقت أجل تجهيز الطعام، لكن يكون هذا عذر نادر، أما دائما لا، أقل شيء تكون يعني مع تجهز الإفطار وتتوضأ. نعم تتوضأ. تكون قد احتاطت نوعا. أيوة تتوضأ وبعدها مع الأذان تفطر وتكون تصلي، لأنه لن تستغرق معها الصلاة أكثر من ثلاث دقائق أو ربع دقيقة، ثم تقوم تفعل الطعام يعني بهدوء. ولو تأخر الطعام خمس دقائق ما فيش مشكلة. يعني ما فيش مشكلة لأن الصلاة أهم الصلاة. من حتى أمن. نعم. سؤاله الآخر كان على يعني هل تواصل السحور بعد الأذان خصوصا أنها تقوم هذا تقوم. غلط كبير يقع فيه أهل اليمن، وقد نبهنا فيه في أكثر من حلقة على أنه لا يجوز، مجرد أن الإنسان يسمع الله أكبر لا يجوز له أن يتناول أي شيء من الأكل أو الشرب، ومسألة أنه يستمر في الأكل إلى آخر الأذان هذا طبعا غلط كبير ومخالفة، ومن فعل هذا فيعني إن كان بجهل أو سمع فيها فتوى يتحمل إثمها من أفتاه، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم خاصة عند المضبوط الأذان، يعني عاد لو كان مثلا الأذان بيقدمه بعضهم مثلا يقدم الأذان يسيرا باب الاحتياط عاد معقول يعني، يعني يخرج الإنسان من الحرج لأنه لا زال الوقت باقي، لكن وقت الليل يعني، لكن يعني إذا كان يعني يفطر يعني يمسك ويفطر على أذان مضبوط في الدخول والخروج، فإذا أكل في أثناء الأذان فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم، يعني مجرد ما يبدأ المؤذن بالأذان يتوقف، مجرد ما يبدأ ما يوقف، وهذا مذهب الأئمة الأربعة والزيدية، ولا عبرة بخلاف بعض الفقهاء قديما مثلا مثل الأعمش سليمان بن مهران الأعمش كان يرى أنه يجوز الأكل إلى طلوع الشمس، والآن من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله يجوز أنه إذا قرب الطعام تجلس تأكل لا ما تكمل ولو حتى بعد الصلاة بعد الأذان، يعني إذا كان بالطريقة الفرنسية يأكلوا خمس ساعات يعني أتجي الساعة السبع والساعة الثمان وجالس بيأكل على مذهب الشيخ الألباني، طبعا هذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان ولا ينبغي أن يحتج به، خاصة وهو معارض لقول الله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، فهذه الأقوال الذي شاذة لا قائل بها من أهل العلم،
وليس عليها المذاهب، وقد نقلوا الإجماع على خلافها. جزاكم الله خير. عبد الباسط القادري من تعز يسأل عن حكم تربية الكلاب في المنازل من غير حاجة. لا يجوز تربية الكلاب في المنازل لا لحاجة ولا لغير حاجة. لحاجة الحراسة قصده. على الحراسة هذه تكون للغنم، الحراسة تكون للبساتين والوديان، لكن يحرس البيت ما يحرس في البيت يعني. مين ما يحرس يعني. وبعدين الآن في يعني كاميرات مراقبة وفي جرس وفي حاجة ممكن يعني، والآن يعني بأحواش وغير ذلك يعني. طيب ممكن أنه يفعله مثلا الكلب يعني، هو بيقول الآن تربية الكلاب في البيوت مثلا، لو هو في الشارع في الحوش خارج بربطة أو شيء ما أقول يعني، لكن يجوز خارج؟ أي نعم، إذا كان للحراسة يعني قصة هذا، أو التنبيه أنه هناك قادم، حتى يعني إذا كان شخص كان البيت المنزل بعيد عن القرية أو في مكان يعني يخاف منه إلى آخره، فيكون من باب التنبيه. لكن أنه يقوم يربوه، السؤال حقه واضح أنه الذي بيربوه داخل البيوت. يبدو أنها عادة أو موضة يسموها مستوردة من الغرب، تقليد اليهود والنصارى، هذه لا تجوز، وقد ورد فيها النهي عن تربية الكلاب، وقال أن هذا من علامات الساعة كما وردت في الأحاديث، وأنه ينقص الإنسان يعني إذا ربى كلبا كل يوم من أجره قيراط قيراط قيراط. طبعا يعني القيراط إذا كان فسر مثل جبل أحد يعني كم سيأخذ عليه من ذنوب، هذا ما يدل على أنه كبير من الكبائر، مشغر جائز من يعني حرام حرمة شديدة. والأعجب أنه هناك قد يعني يفعلوا حقوق حيوانات للكلاب، للكلاب والقطط والكذا، والعالم العربي والإسلامي يقتل ويسفح وتنتهك تضيع حقوق الآدمي، حقوق الإنسان. هذا كذب. برضو نلاحظ يا شيخ يعني الكلاب المستوردة ذات الشعر الطويل والذيل القصير، ومن يربطها بسلسلة ويتمشى فيها في الشوارع، بعضهم يصرف عليها في يعني بما يعادل $100 في اليوم. تخيل يعني في الشهر $3,000 يعني مثل مرتب وزير عندنا مصرف على الكلاب. أم صنعاء يا شيخ، أم ضياء من صنعاء تتحدث عن أو تسأل عن حكم صيام يوم الشك، وقول الإمام علي بن أبي طالب لأن أصوم يوما من شعبان خير لي من أفطر يوما من رمضان. طبعا هذا الحديث المروي عن الأثر المروي عن علي رضي الله تعالى عنه لا يصح، لأنه من حديث فاطمة بنت الحسين، وهي لم تدرك جدها أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، فبناء عليه الحديث معضل، الأثر معضل عن علي رضي الله تعالى عنه. الأمر الثاني معضل يعني ضعيف جدا، الضعف شديد فيه، فلا صح الاحتجاج به، على أن مذهب الزيدية مخالف لقول الإمام علي، فإنهم يقولون أنه لابد من شهادة اثنين لثبوت الهلال. وهذا فيه أن الحديث القصة هذا أنه جاء رجل يشهد عنده أنه رأى الهلال، والمعتبر طبعا فاكتفى بشهادة الواحد، وقام أمر الناس بالصيام باعتبار شهادة الواحد. فلما قيل له لماذا ما بالشهادين، قال لا نصوم، هذا الحديث بناء على أنه صحيح يعني، لا نصوم يوما من رمضان خير من أن أفطر يعني يوما من يعني لا نصوم يوما من شعبان خير من أفطر يوما من رمضان. فمع أن مذهب الزيدي لا يعتمدون شهادة الواحد، وهنا أمير المؤمنين لو صح الحديث فهو مخالف لمعتمد الزيدي، لأنه لابد من شهادته لم يعتمدوا عليه. الأمر الثالث أنه هذا إنما يحتج بقول أي صحابي ولو كان أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ولا غيره، ما لم يعارض حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هنا هو معارض، فقد ورد يعني لا تتقدموا رمضان بالصيام يومين ولا يومين في الصحيحين حديث أبي هريرة. وكذلك ورد من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقبل قول أي صحابي أو اجتهد منه إذا عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا لو صح، مع أنه في الحقيقة لا صح حتى نقول أن هناك معارضة أصلا، ولم يصح عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه هذا. جزاك الله خير. طبعا احنا في اليمن هذا العام ما كانش في عندنا ما بيش عندنا مشكله، نعم صلنا في اليوم المناسب ان شاء الله. تسال ايضا عن حكم الزكاه على الذهب، وتقول ان ربما لديها اكثر من 85 جرام. هي تقول ان هي كانت ربما عندها الفتوى او سمعت فتوى انه لا يجب عليها. هذا القول بانه لا يجب الزكاه في الحلي هو مذهب مالك والشافعي واحمد، وهي فتوى معتمده على يعني فتوى لجابر ابن عبد الله الصحابي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في أنه لا زكاة في الحلي. لكن مذهب الحنفية ومذهب الزيدية واختيار الإمام الشوكاني واختيار شيخ القاضي محمد إسماعيل العمراني
واختيار كذلك الدكتور يوسف القرضاوي وأغلب المتأخرين ابن باز وابن عثيمين وغيرهم على أنه يجب الزكاة في الحلي وهو أرجح الأقوال، وذلك لأنه ورد ثلاثة أحاديث يعني جملة من ثلاث طرق، يعني أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها حلقتين مسكتين عظيمتين، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال سواران من نار، فنزعتهما وأنا يعني قالت خلاص هو لله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه حلي، وهذه فيها فتوى النبي صلى الله عليه وسلم صريحة، ورد من حديث أم سلمة، ورد من حديث أبي هريرة، ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. فهذه ثلاث طرق تدل على أن الحديث يعني إذا لم يكن صحيحا فهو على أقل الأحوال فهو أنه حسن محتج به، نص في محل النزاع، لا ينبغي أن يعدل إلى مثله لقول قائل كائنا من كان، ولا عبرة بقول الصحابي مثل هذا جابر وغيره مع مخالفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. رضوان الجعدبي من صنعاء يسأل على أن بعض الناس ينكرون صلاة التراويح ممن ينتسبون إلى الزيدية، ويرى نعم. حكم أو يسأل عن حكم التراويح عند الزيدية. زيد بن علي وبوب عليه الإمام زيد في المسند باب يعني قيام رمضان، وذكر فيه صلاة التراويح وأنها تصلى 20 ركعة، وأنها كانت تصلى في حياة علي رضي الله تعالى عنه وبالكوفة، وكان يقر الناس على ذلك وبوب له يعني في أنه كان هذا وجد في عصر الصحابة ومن. فهذا يعني مذهب الإمام زيد هو مذهب جماهير الأمة، المذاهب الأربعة أنها تصلى صلاة التراويح وأنها تصلى 20 ركعة عند الجمهور، وعند مالك 36 ركعة. وعندنا احنا هنا في اليمن لما يعني خالف فيها الإمام الهادي يعني ما أدري لأنه نقلت جمع الناس على إمام واحد عن عمر بن الخطاب، فهو ربما يعني كان بعضهم عند الشيء على عمر بن الخطاب، فقام قالوا لا ما تصلح، مع أنها قيام ليل. وعلي بن أبي طالب كان مقر لهذا في عصر عمر ولم ينكر عليه، ولما جاءت خلافته وجلست طول فترة عثمان والناس يصلون، ومكثت في طول فترة خلافة علي رضي الله تعالى عنه والناس يصلون، بل ورد عنه عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لما مر على مساجد الكوفة وهي منور يعني فيها ضوء نار يعني يصلون على الشمع وعلى الفوانيس، فقال نور الله على قبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما نور علينا مساجدنا، يعني فهذا إقرار تام الإقرار. فمذهب زيد وهو مذهب جماهير الأمة مشروعية صلاة التراويح، وهي من قيام الليل الذي ورد فيها الحديث من قام رمضان إيمان واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام بالناس صلى التراويح، وقال لهم لولا أخشى أن تفرض عليكم لإيش لصليت بكم، لأنه خشي لأنه لما يواصلوا عليها أن تفرض عليهم، فتخفيفا بالأمة يعني لم يصليها بشكل مستمر. فلما مات قال الصحابة الآن ما عاد فيش خشية من الفرض حتى كانت تصلى جماعة يعني حتى بعد عصر النبي إلى عصر عمر، في طول فترة عصر أبي بكر حتى إلى عصر عمر، لكن كانت طريقتهم أنه جماعات أوزاع يجوا ناس يصلوا ويريحوا لهم، يجوا ناس يصلوا بعدها ويريحوا لهم، يجوا ناس يصلوا ويريحوا لهم، هكذا يعني جماعات. فعمر بن الخطاب رأاهم يصلوا ويخرج، قال لو أننا جمعناهم على إمام واحد، لأنه بعض الأحيان قد يأتي إمام يقرأ وما شو متقن، فجمعهم على أبي بن كعب وكان يصلي بهم، وجرت عليها عادة الأمة والإجماع العملي إلى اليوم. كيف يكون يعني غريب أنه ناس يعني أنا أخشى أن يدخلوا في قول الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني ينهى الناس عن الصلاة، يعني شيء غريب يعني، وشيء فعله الصحابة والتابعين، كيف تقع بدعة وفعلها يعني فعلت في عصر علي وعصر الصحابة والتابعين والأمة كلها إلى اليوم، غريب هذا. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. مشاهدين الكرام سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود ونستكمل سؤال أم محمد من صنعاء، ونأخذ أيضا اتصالاتكم واستفساراتكم، ابقوا معنا. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا إذا اغتنم أرضى مولاه
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم من جديد لنستقبل اسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم والتي يتفضل بالاجابه عليها فضيله الشيخ الدكتور محمد بن احمد الوزير الوقشي، جزاه الله خيرا. اهلا بك يا شيخ. سناخذ يا شيخ الاسئله الميدانيه التي وضعها جمهورنا في الميدان ونعيد ونجيب عليها، وناخذ ايضا اتصالات الاخوه المشاهدين، اتصلوا بنا نتابع هذه الفقره. مولاه بمن التزم قبل النفس بتقوى. يا شيخ، امراه طهرت قبل الفجر في رمضان ولم تغتسل الا بعد الفجر، فهل يعني فما الحكم؟ هل تواصل صيامها الى اليوم الى صيام اليوم ام لا؟ في بعض الناس يسألنا هل آثار السواك يأثر في الفم حين الصيام؟ فقلت لهم لا أعرف، بس نسأل أي شيخ يفتينا في هذا. نشي نعرف عند السحور، هل تسحر لما يكمل الأذان أو عندما يقول الله أكبر توقف؟ مولاه بمن تزم. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام. إذن هذه ثلاثة أسئلة بين أيدينا من أسئلة الجمهور، أحد الأسئلة أجبنا عليه قبل الفاصل. شيخ، كانت معنا أم محمد من صنعاء تسأل على أن أمها نذرت أنها تكسو أبناء يعني تقريبا فلان كل سنة، وفي السنتين الماضيتين لم تتمكن لظروفها. نعم. ماذا تصنع؟ هي يعني يصبح في ذمتها هذا الكسوة لهؤلاء متى ما تيسر لها، يعني لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا ما لا طاقة له به. فكذلك الإنسان إذا نذر على نفسه نذرا فيفي به مثلا مثل هذا الكسوة، تكسو كل يوم كل سنة على حسب ما نذرت، لأنه نذر طاعة. لكن إذا تعسر عليها وشق يعني ما استطاعش هذا العام، العام الثاني تكسوه إيش يعني لهذا العام ولا العام إيش، إذا تيسر لها وأصبح معها سيولة مالية فيما يتعلق ذلك. وإذا استمر التعسر عندها لا سمح خلاص الله لا يكلف سنة الله سنتين ثلاثة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني هي حسب طاقتها، لأنه إذا الشرع كلف الإنسان فإذا شق عليه وصعب يسقط، فمن باب أولى الإنسان لو كلف نفسه بأمر ثم لم يستطعه. ليس كفارته كفارة يمين، هذا في نذر الذي لا يطيقه، هذا هو يطاق، هو يطاق مثله، لكن جاء الظروف عارضة. فلأنه يعني ما نعدلش لها أن تطعم 10 مساكين وبعدها تترك ويعدكسو كل عام، أفضل للفقراء المساكين. جزاك الله خير. وتسأل أم محمد أيضا عن الحائض لو قرأت القرآن، لو عندها امتحانات اختبارات. نعم. أو شيء. هي للحاجة، نعم إذا كان هناك اختبارات أو امتحانات للحاجة يجوز لها أن تقرأ وتمسك المصحف. نعم، وخاصة أنه مذهب مالك القراءة. أما لمس المصحف فالمذاهب الأربعة لا تجيز لمس المصحف للمرأة الحائض والزيدية، والحل لها أنها تأخذ لها مصحف مفسر، مصحف مفسر مثل تفسير الجلالين، تفسير السعدي، تفسير ابن كثير، بعض يجيب تفسير هكذا في الحاشية ومصحف في الوسط. لا يعتبر مصحفا خالصا، لا يعتبر مصحفا خالصا، لأن التفسير أكثر فيه من القرآن. فلو حملته ولمسته ليس عليها حرج. جزاك الله خير. في أسئلة الميدان، المرأة التي تسأل على أنها تطهر في الليل ولا تغتسل إلا بعد الفجر، هل عليها في صيامها شيء؟ امرأة تطهر ليلا. نعم. ولا من تغتسل من الحيض يعني. من نعم. الحيض نعم، يعني تغتسل بعد الفجر وتواصل الصوم وليس عليها شيء وصومها صحيح. السؤال الآخر ونستقبل اتصالات المشاهدين، هل يعني آثار السواك سواء ماء السواك أو بقايا العود إذا ابتلعه الإنسان يفطر الصائم؟ نعم، إذا كان طبعا العود خاصة هو رطب وفيها اللحى حقه. نعم. لو أكله وابتلعه نعم يعني يفطر، لأنه نوع أكل ولأنه له طعم يعني يشبه نفس العصير يعني. فإذا تعمد بلعه مثلا، لكن إذا تسوق حتى زال الماء حكه، الماء الذي هو للسواك وتفله خلاص عادي، يصبح هذا هو من ماء ريق الفم، ما يؤثرش على الصوم وهو بيتسوك ولا يؤثر عليه شيء، يتسوك لا بأس به أبدا. المهم أنه في بداية عندما يبعد اللحى ولوكه فمه يعني الماء الذي يخرج منه يتفله فقط، وعلى الباقي يتواصل عادي. جزاك الله خير. طيب نستقبل اتصالات، معنا علي الأغبري من لحج، تفضل يا علي. علي انقطع الاتصال بعلي. معنا حسين من صنعاء.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اسمعني من الهاتف، معي حسين من صنعاء. معك حسين من صنعاء. طيب يا حسين اسمعني من الهاتف وضع سؤالك لو سمحت. سؤال مطارق علينا وعليك ان شاء الله، تفضل ضع السؤال. عندي ثلاث اسئلة. اتفضل. ما رأيك في واحد يعني ذبح ذبيحة ولما يعني بعد ما ذبحها اكتشف اني مثلا يعني حامل، ما رأيك يعني في شخص يعني واحد سأل قال يعني شو مبطن، واحد قال يا يعني ياكلوه. طيب وضح السؤال هذا يعني يا حسين، وضح السؤال. السؤال الثاني. والسؤال الثاني. والسؤال الثاني يعني انا يعني اشتدرت وما استرش يعني تعمل، اقول لك ما بش وقتها ادرس من المصحف افتح تاريخ، افتح التاريخ يعني لشيخ واقرا بعده يعني هو يصح. تقرا معاه ولا بعده؟ يعني هو يصح وانا اقرا معه. طيب تسمع الجواب. السؤال الثالث يا حسين. وسؤال يعني انا اتصلت في واحد قال يعني عندما يكون واحد يعني ساعة ما يقول لك هو بعض العلماء يقول لك ما يصبر شيء يتوفى كذلك يعني مثلا واحد في الحاجة ما حتى اري وتها يعني هو يصبر يعني يتوفى عقدك وما حتى اري خاصة وبين رفو ويتوفى ويصبر. هذا هو الواجب ان الانسان يستر ما ستر الله عليه. ما يقول لك انه ما يصلح يعني تبقى طيب ما قال انه ما يصلح. واحد تاب يا حسين. واحد تاب وبعدها لا يلزم ان يخبر الناس بذنبه، يخبر يصلي بنت وهو قد فعل ذنوب. اذا قلنا لك لا يخبر، ينبغي على الانسان ان يستر ما ستر الله عليه. طيب فشر الناس الذي يستر الله عليه وبعدها يقوم يخبر الناس. ستستمع إلى كل أو إجابة على كل الأسئلة التي وضعتها أخي حسين. شكرا لك يا حسين. أم رائد من البيضاء، تفضلي يا أم رائد. أم رائد سمعيني. أيوة. تفضلي ضعي سؤالك. اسمعيني من الهاتف بارك الله فيك وضعي السؤال مباشرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فقدنا الاتصال. ابو بسام من الحديده، تفضل يا ابو بسام. السلام عليكم. وعليك السلام والرحمه. يا اخي انا معي محل خبز شاهي. معك محل ايش؟ خبز شاهي بالحديده. خبز شاهي ممتاز. كان عندي اثنين عمال يشتغلوا. ايوه كان عندي اثنين عمال يشتغلوا، بعدين انا فلست شويه، فلست يعني في المحل. ايوه بعدين راحوا يشتكوا بيا يشوف حقوقهم ايش يعني حكومه الشرع. يريدوا حقوقهم يعني يعني مش قايه معاهم، مش قايه معاهم بس يشوف حقوق يعني حق السنين اللي اشتغلوا معي حقوق السنوات. والان طيب. المحل مبند يعني وعليه ديون للسوق يعني المحل مبند له اشهر. طيب تسمع الجواب يا ابو اسامه ان شاء الله. الله يرضى عليكم ابو بسام. علي الاغبري من لحج. السلام عليكم. وعليكم السلام. شهر كريم علينا وعليك ان شاء الله. تفضل يا اخ يا اخ علي. عندي ثلاث اسئله يا استاذ. اتفضل الشيخ معك. السؤال الاول يقول كثير من الناس عندما يشتغل فرصه كما سمعنا وشاهدنا وكذلك الساكنين والعاملين في الدوائر والمقرات الحكوميه يستخدمون اللمبات والمرافق والمكيفات وهم في غنى عنها ويذهبون من الغرف يتركونها تعمل ويستخدمون كذلك الماء استخداما عشوائيا مفرطا، وبالتالي يقول فما الحكم وما النصيحه لمثل هؤلاء؟ طيب واضح. ايوه الثالث الثاني اذا سحبت الجنازه والمؤتم لم يكبر الا التكبيره الاولى فما الذي يجب عليه؟ سحبت. ايوه اذا سحبت الجنازه. ايوه والمؤتم لم يكبر الا التكبيره الاولى فما الذي يجب عليه؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث ما حكم السلام وما حكم رده وما حكم ان اقتصر بالرد على السلام بقوله وعليكم السلام وما حكم ان اهتم فيك بقوله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خير يا علي. معنا زيد المهاجري.
السلام عليكم. المحاجري من تعز، تفضل يا زيد. السلام عليكم. السلام ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله، حياكم الله. أهلا يا زيد، حياكم الله. شكرا لكم على هذا البرنامج. شكرا على تواصلك معنا، تفضل. معي سؤال يا شيخ. تفضل أخي. السؤال الأول، إذا كان هناك مسجد طبعا في بو مصاحف كثيرة وفي بو فروش كثيرة يقولوا أصحاب الخير يعني بشكل كثير، وفي المخازن حقهم مركمة، ومساجد أخرى فقيرة لا توجد فيها، فهل يجوز أن واحد ينقل من هذا المسجد الذي فيه الفائض المسجد الذي ليس فيه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني حول صلة الرحم، وما ذكرته سابقا أنها من الكبائر. إذا تعذر الصلة بالمواصلات خاصة هذه الأيام مع يعني المشقات النفطية وكذا، هل تكفي الصلة بالتليفون والسلام وكذا بالتليفون، هل تكفي؟ طيب. شكرا لكم يا سيدي. شكرا. شكرا لك يا زيد. طيب هل نجيب على الأسئلة التي بين أيدينا؟ نعم. طبعا معنا أسئلة. من معنا؟ مأموم صلى مع الإمام ثلاث ركعات. عفوا، من معنا؟ مع الإمام. من معنا؟ أيوة معك فاضل. فاضل من أين يا فاضل؟ من الطائف، من السعودية. من السعودية، نعم، أهلا فيك. نعم، أقول في مأموم لحق مع الإمام ثلاث ركعات. نعم. تواصل. ايوه واصل ثلاث ركعات وسلم برضو مع الامام. وقام في ذكر بعد عندما سلم ذكر الركعه التي نسيها وقام يتمها لحالها، هل يتم الاربع كامله ام واحده لحالها يجوز؟ طيب يا فاضل، سؤال اخر. مشكورين. الله، شكرا لك يا فاضل لتواصلك معنا. شيخ محمد، الاسئله التي بين ايدينا كانت من عند، نبدا من ابي اسامه من الحديده، يقول على انه معه يعني بوفيه خبز وشاهي وكذا، وعنده عمال يشتغلوا معه، فلس وغلق البوفيه وسرح العمال واعطاهم اجرهم الشهري، لكنهم يطالبونه بحقوق السنوات التي طيب ما قلت كنش بسالك قبله. تفضل اجيب على هذا السؤال. سنوات. طيب وانت. نعم. هذا يعني يرجع فيها الى نظام الـ يعني الـ يعني الـ النظام والقانون حق العمالة. هذا هناك طبعا بعض الحقوق للمستأجرين او للعمال موجودة في القانون، خاصة في الشركات والمؤسسات طبعا، لكن اما هذا يعني شخص مع بوفية وشاهي اظن اني لا تنطبق عليها حق الشركات وايش حقوق تامينيه المؤسسات مرتب في كل سنه. طبعا هذه لما جرت فيها قانون واصبحت حقوق عرفيه، فمعروف ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فضلا على انه قانون اصبح من قوانين العمل. نعم. لكن انا اظن هذا هو ينطبق على غير اصحاب البوافي والاشياء العصائر والاشياء البسيطه، هذه لا تنطبق عليها، وعلى حسب ما هو متفق عليه. ومعروف انه في حق الشاهي والكذا لو استغنى او فلس الشخص ما يطالبش بقيه يعني الأبقى. هو ذكر ان عليه الان ديون وفلس، طبعا لا يطالبش عملها. ما يطالبش ومفلس وعليه ديون، ليس على شيء على ارجح الاقوال. لكن لو كانت مؤسسه او شركه او اي حاجه يعني فيها موظفين هناك يعني ينطبق عليها قانون العمل، يلزمه بعد ذلك ايش مرتب كل سنه، وان لا يتم فصله ولا ازالته الا بعذر يعني مقبول، وانه يعني ينذرك قبلها بفتره زمنيه معينه انه سيخرجه منها على اساس بدا يرتب وضعه. يعني هناك لوحظت ما بين المؤجر والمستاجر او الوظيفه والمؤسسه ما يتناسب مع ملاحظه مصلحه الطرفين. جزاك الله خير. كان قبل هذا سؤال حسين من صنعاء يسأل عن ذبح ذبيحة، أنه رجل ذبح ذبيحة واكتشف أنها حامل، هل عليه؟ نعم، ليس عليه شيء يعني كلها. هل أولا يجوز ذبح هو طبعا يكره، لا يحرم، يكره ذبيحة الحامل. نعم، لكن لو ذبحها فأكلها جائز، وإنما وقع خلاف بين الفقهاء لو قد كان الجنين في بطنها هل يلزم أنه يذبح الجنين مرة أخرى بعد ما يتم يذبح أمه، بعد ما يخرج الجنين يذبحه، أم أن ذكاته ذكاته أمه. فالجماهير قال على أن ذكاته ذكات أمه خلافا لأبي حنيفة، قالوا لابد أنه يذكي مرة أخرى. أما الأم فهي تؤكل عند يعني، وهذا الجنين يؤكل كذلك عند جميع الفقهاء، وهو كذلك مذهب الزيدية. فلكن الناس بطبيعة خاصة عندنا في اليمن يكرهون، فعلا هو
مكروه يعني حتى لحمها يكون متغير، وفي نفس الوقت فيها إتلاف، لأنه مثلا لما يعني الإناث ذبح أن الإناث بيؤدي إلى إضعاف الثروة الحيوانية، فقد تمنع أو تكره حتى من جهة إيش، من جهة أخرى. أما من حيث لو ذبحت أنها تؤكل، تؤكل عند جميع الفقهاء، إنما غاية الأمر هل يكره لاستخدارها أو لا تكره. بس جزاك الله خير. كان له سؤال آخر تقريبا عن أنه يقرأ القرآن بعد مقرئ أو بعد قارئ، يستمع إلى قارئ ويقرأ. لا أبدا، بالعكس هذا جيد، يعتبر هذا من المدارسة. يعني لما الأحاديث حديث ابن عباس وغيره أن في الصحيحين أنه كان جبريل يدارس النبي، إيش معنى يدارسه؟ يعني يقرأ معه القرآن، يقرأه إياه، فلكي يكون هذا عونا في إيش، في تثبيت الحفظ، في تثبيت الحفظ، فهذا مشروع. خصوصا هو يقول انه ما عندهش قدرة انه يقرأ او شيء بشكل دقيق او جيد في القراءة، فهذا وسيلة جيدة. طيب السؤال الثالث انا لم افهمه، انت فهمت يا شيخ ربما جاوبت عليه، اللي هو سب واحد او شيء او ايضا. لا لا، هو يقول انه اذا الانسان اذنب ذنبا او عمل معصية وتاب ما بينه وبين الله، هل يلزم ان يقول للناس ما هي المعصية التي فعلها على سبيل الله يقبل توبته؟ طبعا هذا كلام غير صحيح، بل الصواب ان الانسان اذا عمل عملا وستر الله سبحانه وتعالى عليه أن يستر على نفسه، فإنه من الشقاء على الإنسان هذا الذي ستر الله عليه ثم يقوم يعلن للناس بما فعل، بل الستر هنا هو واجب، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقبل التوبة عن عباده مهما كان الذنب. لذلك الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جزاك الله خير. علي الأغبري من لحكة يسأل عن إسراف، لو لخصنا سؤاله بالإسراف في استخدام الأموال العامة سواء كهرباء المقرات الحكومية أو الماء الحكومي أو الشركات أو المؤسسات أو حتى منزل الإنسان نفسه. طيب يعني أن تترك الإضاءات يعني دون حاجة، يعني البيت مولع كله وما فيش أحد، هذا فيه نوع تبذير. كذلك فتح الماء وجعله يتسرب بشكل كبير وهو يحتاج فيه إلى فترة يسيرة، فهذا فيه من الإسراف. ويكفي أن المسرفين يعني مبذرين، والمبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهذا يعني يكفي في أن السرف معصية كبيرة من الكبائر، لا يجوز للإنسان أن يسرف. والسرف يرجع فيها إلى العرف، يعني العرف هو الذي يضبط معناه هل هذا زيد ولا أنا، لأن بعضهم يصل إلى حد التقتير يعني، يعني بالمعقول يعني بما هو متعارف عليه لا يخرج إلى حد السرف ولا يخرج إلى حد التكتير. كان يسأل أيضا عن سحب الجنازة لرجل لحق تكبيرة واحدة، ماذا يصنع؟ لا، هو يقول ما أدركش ولا تكبير. لا، أدرك تكبيرة واحدة هو بعد التكبير، هم قال رفعوه ولم يكبر بعد، إذا لم يكبر بعد خلاص فاتته، فاتته. إذا كبر تكبيرة واحدة يكبر بقية التكبيرات بسرعة ما عاد يقدر يدعش بينهم ويسلم وخلاص يخرج من الصلاة إذا قد كان كبر قبل أن يرفع. أما إذا رفع قبل أن يكبر خلاص. طيب لا يجب عليه، كذلك لأنه أصلا مفروض الكفايات، وفروض الكفاية إذا قامها البعض سقط عن الباقي. كذلك إذا فاتته تكبيرتين أو ثلاث يأتي بها متأخرة أو متقدمة؟ لا لا، يعني هو يكبر معهم، معهم وأصلا ما يكمل ويرجع ويكبر يأتي مثل الصلاة تماما. يعني حكم السلام والرد السلام لما يقول وعليكم السلام. السلام مستحب عند جميع الفقهاء، ورده واجب على أرجع أقوال الفقهاء، بل هو من حق المسلم على المسلم إذا لقيه وسلم عليه، وهذا يعني يرد عليه السلام. فرد السلام واجب، لأن الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوا. حيوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ومن لطائف القرآن الكريم في هذه أنه قال إذا حييتم بتحية، ما قالش إذا سلم عليكم بسلام فسلموا عليه، لأن بعضهم الآن لما يجي شخص يقول صباح الخير، يعني أي عبارة من عبارة التحية، رمضان مبارك، عيد مبارك، يعني ألفاظ اعتاد الناس أن يحيوا بها ويهنئوا بها، وبعضهم يجي يقول لك بدعة. طيب من البدعة هذا الكلام؟ هذه أمور عاديات. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإذا حييتم بتحية، ما قامش يقال إذا سلم عليكم سلاما. فيكون التحية، والذي يقول للرمضان مبارك وجمع مبارك، لكن لا يقال أن هذه سنة لأنه ما كان يفعلها الرسول، لكن السنة هي أيوة السلام، هي السلام والتحية في الجملة. التحية التي تدل على التلطف وتدل على الأخوة والمحبة والود، هذه مطلوبة من جهة الشرع، وبأي صيغة على حسب ما يقتضيها العرف، ولا يصح أن يقال أنها بدعة لأنها من الأمور العادية وليست من الأمور العبادية حتى تدخل البدعة.
جزاك الله خير. طيب زيد المحاقري من تعز يقول إذا كانت هناك مساجد فيها مخازن، فيها مفروشات، فيها ثلاجات، فيها أشياء، نعم سؤال هناك ممتاز. مساجد أخرى محتاجة لمثل هذه الأشياء، هل تنقل من مسجد إلى مسجد نعم آخر؟ هذا بلاغ لكل أصحاب المساجد. للأسف بعضهم يعني يسيء التصرف بهذا الطريقة. مثلا المسجد جاء له من فرشه وأنا كان فرش لازال جيد، يقوم يفعله في المخازن طبعا هذا حتى يتلف وينتهي. طبعا الشخص الذي أوقف هذه الأشياء الذي قد يعني استغني عنها بسبب شيء جديد، وكان يريد أن يؤجر، ما كان يريد أنه لهذا المسجد، ولذلك واجب مجرد ما استغني هذا المسجد عن هذه الأشياء تنقل إلى أقرب مسجد محتاج. وهكذا إذا ما هذا مسجد مش محتاج الذي بعده حتى يصلوا إلى مسجد محتاج فتفرش. القرب هذا مهم، نعم ضروري نعم مهم. يعني مثلا نعم نعم من محافظة إلى محافظة لا بقى. الأصل فيها القرب. لماذا؟ لأن الشخص الذي فعل في هذا المسجد هو أراد خدمة أصحاب هؤلاء المسجد لقربهم، لأنهم أهل يعني، فلذلك يلاحظ الأقرب فيهم لا ينقل إلى الأبعد إلا عند عدم وجود الأقرب. فلماذا؟ لأجل حرصا على استمرار أجر صاحب المفرشة أو صاحب المصحف أو صاحب يعني الكتاب العلمي أو أي شيء الذي يوقف للمسجد. إذا استغنى هذا المسجد ينقل إلى أقرب مسجد حرصا على وصول الأجر إلى من أوقف ذلك الموقوف. وجعل في المخازن بما يؤدي إلى إتلافه، هذا في نوع سراف وفيه نوع إضرار بالشخص الذي أوقف، وهذا كلها مخالفة شرعية. يجب على هؤلاء أن لا يتركوا مثل هذا. قد يكون المسجد محتاج لأمر آخر، قد يكون المسجد مثلا أنا مثلا قيم مسجد لم أحتاج إلى مفارش وما لقيت ربما مسجد، لكن المسجد يحتاج إلى شيء أخرى ممكن أبيعها، يمكن أبيعها وأرمم المسجد وأعطي المسجد في جهة أخرى. جزاك الله خير. في آخر دقيقة يا شيخ إذا سمحت، سؤال زيد المحانقري عن صلة الرحم إذا تعذرت عن طريق المواصلات، هل يمكن أن تتم عن طريق الهاتف؟ وسؤال فاضل من السعودية. يجوز للإنسان إذا تعذرت عليه المواصلات الآن خاصة مع الغلاء المشتكات النفطية إلى أن تتيسر، أنه يتم التواصل بالتلفون والأي وسائل ولو لسنوات مثلا إذا هو المحافظة الآن أفضل. يعني مع المشقة في الشريعة تجلب التيسير، يكتفى فيها حسب المستطاع ويسعى إن شاء الله أن الأمور تتحسن أنه بعد يزور الزيارة. فاضل من السعودية يسأل على أنه أدرك 3 ركعات وسلم بعد الإمام، هل يقوم يؤدي الركعة الرابعة أم يعيد الأربع ركعات؟ يعيد الركعة الرابعة فقط ويسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. فلماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى ركعتين ثم سلم، فقام إليه ذو اليدين فقال يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تكسر، قال بل نسيت. فنظر إلى الصحابة قالوا نعم، فقام فصلى بهم الركعتين وسلم ورجع سجد سجدتين للسهو وسلم. من باب البر بدعاء الأخت، يعني دعوة واحدة بس لنسأل الله أن يتقبل، نسأل منها. الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يعافينا جميعا وأن يصلح أولادنا وأهالينا بفضله ومنه وكرمنا وعلى ما يشاء قدير بالجزاء. جزاك الله خير. مشاهدين الكرام باسمكم نشكر الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الوزير الوقشي أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية على كل ما قدم. نشكركم أيضا أنتم على تواصلكم، طبعا اتصالاتكم لم نستطع أن نلبي حتى ربعها، لكن بإذن الله تعالى لنا موعد جديد غدا معكم، وإن شاء الله عز وجل من خلال المتابعة أيضا تجدون الإجابة على أسئلتكم. شكرا جزيلا لكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان.